باهي أصدقائي، قبل ما نتحدى للفريم، قبل ما نحكي على الفريم والتاب، خليني نوريكم حاجة مهمة جدا ممكن تستحقوها في المشروع متاعكم في المستقبل تستحقوها. اللي هي شنو؟ اللي هي ساب مينيو، كيما هكا بالضبط. اللي كي تعمل اوبن ريسنت مثلا يعطيك كيما هذا بالضبط، واضح؟ واللوكال هيستوري يعطيك كيما هكا بالضبط. ساب مينيو يعني تكليك عليه كيف هكا يعطيك السهم هذايا، وبعد يخير بسيطة جدا على الاخر، واضح؟ مثلا السيتينجز هذا، خلينا من هذا، خلينا من اديت مينيو. عندنا السيتينجز هذا، اوكي، خلينا نشغل المشروع بتاعنا. ران مين، خلينا ننتظر حتى يشغل المشروع. هيا وين عاد؟ هاوك الفايل. باهي، السيتينجز هذايا نحب نخليوه يولي هكاك ساب مينيو، نحب نردوه ساب مينيو، معناه نحب نجعله منه ساب مينيو. اوكي، بسيطه جدا، ما عليك الا ريت كيما عملنا الفايل مينيو. فايل مينيو هذه شنو؟ اللي هي كاسكيد. عملنا البار، ضفنا له كاسكيد. اش معناها كاسكيد؟ كاسكيد انه كيما هكا تكليك عليه يعطيك ليست، كي تكليك عليه يعطيك ليست. هذا واش معنى كاسكيد. وبالنسبه للكوماند هي انه شنو الامر باش نفذ. مثلا كي نعمل نيو يعطيني الامر. انا ديجا معناها باش نبين لكم الكلام صحيح، اللي لو الكوماند هذيا ما تقبل كان في الاد كوماند كهو. اوكي، يعني احنا كي باش نكليكي وهكا، هذه تسمى كاسكيد، هذه هي تسمى كاسكيد. باه، احنا السيتينج هذيا، السيتينجز هذيا نحب نغيروها كاسكيد، يعني نغيروها كساب مينيو. فقط ما علينا الا نعمل واحده كيما هذه بالضبط، كيما الفايل مينيو بالضبط، نسموها مثلا هذه سيتينج. اتفضل، سيتينجز مينيو. اوكي، كيما هذيك بالضبط، وننسخوها ونجيو لهنا اهو المكان هذايا، المكان هذا بالضبط. ريتها فايل منيو هذية باش نغيروه المكان هذا، باش نخلوه كي اد كاسكيد، اد كاسكيد. اوكي، ونضيفوا لها الامر هذا هاو في بلاص الكوماند لهنا. الكوماند هذا عفوا، عاد مش كوماند، منيو، عاد نخلي فيها كوماند عاد منيو، ونعطوه الاسم هذا سيتينج منيو. اوكي، ببساطة بسيطة جدا. او اجي نشغله مع بعضنا. ران مين، شغل، اجى الفايل، اعطاك سيتينج، واضح؟ فارغه، مازالت فارغه. اهي اعطاك السهم هذاك، الدلاله على انها ولت كاسكيد، ولت راي، ما عادش باتون، ما عادش اكشن. شوف كي نعمل نيو لهنا يعطيني ويندو اخرى، هذيك كومنت، هذيك كومنت، هذيك تسمى اد كومنت، لكن هذه كاسكيد، كاسكيد عباره سب مينيو. باهي، او باش نضيفوا لها توا، باش نضيفوا لها توا في وسطها من داخل حاجات مثلا، او باش ناخذ نفسها هذه بيدها، هذه برك باش ناخذ هذه، لكن لهنا نجيو نغيروا عاد سيتينج، سيتينج مينيو. انا سيتينج مينيو هذيك اللي قمنا بصناعتها، لان ضفناها للمينيو لهنا الكاسكيد وكليكا. تو باش نضيفوا لها من داخل في وسطها، باش نضيفوا لها كومنتس، باش نضيفوا لها كومنتس في وسط اللي هما. عملت اد كومنت مثلا نيو، برا مش نيو، نسميه مثلا اسم اخر، اي اسم. على سيتينجز نحن هنا، سيتينجز ما فيها شيء، سيتينجز تاي فايل ولا اي حاجه، نعرف اي حاجه، اي حاجه، بلا بلا بلا. هاي اوكي، ما لقيت حتى اسم في مخي تو. اوكي، باهي، نجي كليو هنا فايل سيتينجز، هاي اعطيها هنا. اوكي، تحب نضيف واحده اخرى؟ ما فما حتى مشكل، نفسه هي بدا كيما هكا، وهذه بلا 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 بلا. ران 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 رن رن فايل سيتينجز، واو، يعطيهم للزوز. اوكي، وهذو ما نضيفوا لهم الاكشن. انا فاهم اكشن، مازلت نفس الاكشن خاطر حطيت فيها الكومنت شو مي. اوكي، نفس الاكشن هي بيد. ها، اوكي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو، والفيديو القادم باش نحكيه على فريم. الى اللقاء. ايوه، على فكره تنجم كيف تعمل واحده اخرى في وسطها، راه يعني فماش واحده اخرى في وسطها. كيف هكا مثلا تزيد تعمل واحده اخرى في وسطها، كيف زاد تعمل واحده لنا سيتينجز مينيو سب مينيو، وبعديك تضيف لنا اول حاجه في المكان ده، تغيرها الساعه دي اللي كانت اد كوماند. كيف خلينا نفسرها، علاش احنا نطولوا فيها، نزيد نفسرها، مش مشكل. هذه نسميوها مثلا سب مينيو، اي اسم وكها، مش مشكل. خلينا نزيد ندخلوها لداخل هاي. اوكي، وهذه هي باش نردوها، باش نغيروها. نضيفوا لهنا، هذه نخليها مينيو، وهذيك نغيروها اد كاسكيد. ايش نشغله مع بعضنا. ران فايل سيتينجز بلا. اوكي، نزيد نضيفه في وسطها، معناها خلاص نحب نضيفه في وسطها حاجات. اوكي، ما فما حتى مشكل. دوت اد كوماند، اد كوماند، ونعطوها ليبل مثلا، ليبل
تك 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 تك. العاد داري تبلوك لا عاد. اي اوكي كوماند تعمل نعمل دو كوماند ولا نعطيهوش اي حاجة. مهم شو مي اوكي نفسه هي بدل اكشن اوكي فما حتى مشكل. اجي نكليكيو لهنا تا 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 فايل سيتينجز بلا 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 واو تهن اوكي هايك واضح. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. اذا عندك اي استفسار ارسل لي على الايميل افضل على الايميل افضل نجم نتصل بك على الايميل اوكي. على الكومنت كي تكون برشا كومنت وكل شيء ما نجمش نرجع من المستحسن انك ترجعوا على الايميل اوكي. انا الايميل موجود متاعي. يلا الى اللقاء.